على جسر النصر في الناصرية تعود مرة أخرى الهتافات تحن لمن استشهدوا قبل عام مضى، ليس للشيء بل لأنهم طالبوا بالحرية ومحاسبة المتهمين بالفساد. الرصاص في مواجهة السلمية كان خيار الأحزاب الحاكمة في العراق ضد متظاهري تشرين الذين ملوا الواقع وأرادوا مستقبلا آخر للبلاد. اليوم يمر عام على مجزرة ديوان محافظة ديقار اللي هي كنا نطالب بها قالة ناظم الوائلي والمجرم ناصر الأسدي اللي قتله شباب محافظة ديقار بكل دم بارد، الذي طالبوا بشيء بسيط وهو تغيير محافظ فاسد من الكابينة الفاسدة التي كانت في محافظة ديقار. يستذكر ثوار ساحة الحبوب اليوم الذكرى السنوية الأولى لفاجعة المحافظ المخلوع ناظم الوائلي والذي راح ضحيته أكثر من 6 شهداء من أبطالنا من ثوار ساحة الحبوبي وأكثر من 25 جريح. لذا نطالب الجهات القضائية كافة بالقبض ومعاقبة المجرم ناظم الوائلي حاله حال بقية القوات القمعية. أمام هذه المجزرة والمجازر الأخرى لا يزال قتلة المتظاهرين تلقاء دون أي حساب، وكأن ما جرى بالفعل كان مخططا له بحسب متظاهري تشرين. هذه رسالة من أبناء مدينة الناصرية الذين ما زالوا يقفون كنخيل العراق في ساحة الحبوبي مثل أخوتهم في ساحات العراق والمحافظات الأخرى من أجل الدفاع عن حرية وكرامة العراقيين. نحن مستمرون وثابتون ولن نفرط بقطرة دم من دماء شبابنا، ويجب أن يحاسب القتلة واللصوص الذين انتهكوا حريات العراقيين، انتهوا كرامة العراقيين، سرقوا خيرات العراقيين منذ عام 2003 ولحد الآن. ويبقى منطق الإفلات من العقاب مستمرا في العراق في ظل الانتقادات للقضاء الذي يتهم بالتواطؤ مع الأحزاب الحاكمة والحكومة نفسها، تلك التي باتت عمليات التحقيق بهذه المجازر طوق النجاة لها، ومجرد تصريح إعلامي للتهدئة في بلاد تغلي وتغلي وتريد الانعطاق من الوضع الجاري.